شوفوا الزينات وين جبتكم اليوم. واش حبيت نصور لكم هذه سلعه تاع الصيف على بالي باللي تحتاجوها. هذا يبيع لي شابو لي كاسكيت اي تو. نعطيكم لي دي سور لي بري هكذا باش تاخذوا فكره واش كاين. ودوك نوريكم واش من جهه. قعدوا معايا ما عندكم وين تروحوا. هاوليك الحانوت بوتيك لاغوس. هذا كنت صورت لكم ديجا عنده لداخل، كنت وريت لكم السلعه اللي عنده. نسيت نحطها لكم في صندوق الوصف باش تشوفوا كامل واش كاين. يبيع تري بيان هذا، وجاي في في ميسوني جوست على الدخله تاع المارشي. البنات كي تجوا لي يجوا بالمترو يحبطوا في خليفه ابو خلفه، سقسوا اي واحد رايح يوري لكم. راهو ماشي بعيد على لا فارماسي ولا غي تاع ميسوني. دوك نزيد نوري لكم. هاوليك البنات هذوك راني قدام الحانوت. ها واش كاين قدام؟ شوفوا لا فارماسي تاع ميسوني هاي ليك لا فارماسي، وهاوليك لا غي تاع ميسوني الا جيتو في البوس. المهم لا غي تاع ميسوني لا فارماسي، وكان هذه اميغو، وهو هاوليك هنايا هاوليك المحل. دونك بدايه بلي شابو حباباتي، ويحسب فيهم كامل 100 دينار. دونك قلنا لي شابو كامل لي موديل اللي عندهم 100000. دوك نسيت نوريكم شويه شويه عنده في فيهم لي كولور غيت وكل شيء 100000. هيدا حبيت نوريكم شويه لي موديل اللي عنده. انا وريت لكم البلاصه، شوفوا عنده دي موديل شابين. شوفوا هاوليك، شوفوا هاوليك كاين هكا كاين هكذا بالوريده. هادو ما كامل 100 دينار 100000. عنده ثاني لي كاسكيت، كاين اللي تحب كاسكيطات. هاوليك عنده كامل لي موديل وكامل الالوان. شوفوا الكاسكيطات يبداو من 70000 حتى ل 150 كامل لي موديل عنده. كاين تاع 70 كما هادوما داروا 100000. هاوليك هادو 100 هكذا 150 هكذا 150 هادو هكذا 100000. عنده على كل سومه. المهم كامل لي موديل متوفرين عنده. أنا وريت لكم الحانوت وين كاين هكذا. هذه ثاني شابه في الفير ميليتير. هادو ما ثاني 100 هكذا. ها هاكو تشوفهم كامل لي كولور متوفرين عنده. هنا راني دخلت لكم داخل الحانوت البنات. غير كيما صورتو بصح بون كان توجور عنده جديد. حبيت نوري لكم شويه شويه هكذا خفيف خفيف ظريف كيما يقولوا. نوري لكم واش كاين. هذا بوغ افوار اون ايدي برك هكذا باش الا جابتكم الطريق لا شي حاجه عجبتكم تجيو ديريكتومون، ما تقعدوش تدوروا مع هاد السخانه. فوالا عنده دي بتيت روب كيما هادي. شوف هانت قصيره من قدام وطويله من اللور. هادي جايه جون ساتان. فوالا سي دو ساتان ميزات هادي ولا ما عرفت. نورمال هكا هادي دارت 150000. كاين تاني هكا هادو مقطين 150000. عندو فيهم لي كولور اي لي موتيف يتبدلو 150 هكدا حاجة تاع سخانة تاع صيف. كاين تاني هاد لو موديل دو غوب جام بيان. شوفو سامبل هكدايا عبغوتيل. عندو فيهم لي كولور 180000 هادو. و ظهرو لي فيهم لا دوبلوغ فوالا فيها شلقة هكا شتو سامبل ما فيها حتى موتيف لا. دارو 180000. كاين تاني هكذا فوالا. دونك جاب سلعة تاع الصيف ما شاء الله لي بتيت باب اي تو. دوك نزيد نوريكم الطابلة هذيك تاع الوسط مازالها توجور 500 دينار هذيك ما كلش. هاي طابلة تاع كلش 50000. دوك نزيد نوريكم دي زارتيكل منها هكذا باش حباباتي ما تشقاوش كامل. والحاجة اللي عجبتكم ان شاء الله تلقاوها واجدة فوالا. كاين تاني هكا بون هادو ما قلت لكم منا دارو 150000 فيهم لي موديل نو ايه سي سي 150 هادو. هادي تجي هكذا في القصير سمحي لي. هادي ما على بالي شحال دارو هكا لي بتيت غوب هكذا. شوفوا البنات جاب بزاف كيما هادي فيها لي كولور. شوفوا قطينا هادي هادي فيها الحزام. هادي ما على باليش هادي 100000 فوالا 100 دينار. رانا عاودنا ولينا لوسط المحل. راهم حاطين هاد سلة كبيرة معروفين يعني بهاد السلة هادي دايما تلقى فيها. شوفوا هنا لازم تخربوا تقلبوا. يا دي زارتيكل بزاف شابين وكاين لي كاليتي تاعهم يعني ما شاء الله اون كوتون وكلشي. هادي كلشي واش كاين لهنايا ب 50000. فهمتوني حباباتي دونك كلش واش كاين هنا 50000. تلقاو دي شورت تلقاو دي بوستيي تلقاو كلشي كلشي مخلطين يعني. هاوليك هادي على هادي كلش 50. شوف هادو كامل سي دي شورت ان كوتون. هادو كامل 500 دينار 50000.
شوفوا زينة تلقاو ميم دي تروك في لا تاي الكبيرة كيما هادي بون مكتوب فيها اكس ال بصح بانت لي فريمون لباس عريضة. شوفوا حاجة دو كاليتي يعني ما تقولوش هاوليك الكاليتي تاعهم ما شاء الله. تلقاو هكذا ميم هكذا سراول ولا لي بات بيجاما كل شي 50. مهم حباباتي شوفوا خير كبير لازم تجو تقلبوا وتشوفوا نتوما واش يخصكم تلقاو تلقاو حاجه تعجبكم الكاليتي قلت لكم ما شاء الله. عندي دي دي زارتيكلون كوتون ما شاء الله قلنا هادو اللي في السله دونك كلشي 50000. هادو جابوا هكذا 1500 هادي 1000 دينار نورمالمون وهكذا 1500 على كاليتي القماش تاعهم كيفاه داير عليك هادي هكذا هادو من نوع حاط 1000 دينار ها في ميسوني البنات يعني كي تحبطوا ضربوا دوره تشوفوا قدامكم خير وخير كما نقول لكم دائما ماشي كما تشوفي في لا فيديو ماشي كما تشوفي قدامك من الاحسن يعني الا جابتكم الطريق ضربوا دوره خير وعلى كل حال هو دائما عنده جديده هاوليك عنده لي جوب عنده لي بونطالون عنده لي او حاجه شابه شافها ولي بري تاعو فريمون في الريزونابل شوف ما شاء الله كيما هاد لي اولي منايا كاملين 100000 لا بلوبار دي موديل فيهم لي كولور شوفوا تاني هذيك شابه 100000 هكذا تاني 100 فيها الالوان كاين هكذا بونطالون 1500 هادي 150 هكذا 140 140000 ثاني هكذا هادو ما في بونطالون وكاين لي كولور ابري كل موديل عنده ال هاوليك شفتو هاوليك الالوان تاعو نوار كاين ثاني هكذا نويزات هادي في هكذا اللي منا هادوما 100000 ولا هادوما منايا 1400 toujours il y a plusieurs couleurs plusieurs motifs hein. انا واش يهمني من هاد لا فيديو البنات انكم تعرفوا البلاصه تعرفوا العنوان هكذا باش اللي تحوس على حاجه يكون باين لها ما تقعدوش تدورو برك هكذاك دون لو فيد كاين بونطالون هكذا 140 ا فلور تري بو بور ليتي كاين هكذا هادي جوب ما عرفتش لا سروال عريض فوالا في القطينه في لي كولور كيف كيف 1400 ستير كاين تاني هكا نفس الشيء في بليزيو موتيف 140 كاين هكذا موديل هذايا ب 80000 هذيك شغل سمحتي وليدك هادو ما 1000 دينار 100000 هكذا هادو كاع 100 لي بيجاما بالشورت حباباتي وقتهم هادو تاع السخانه داروا 100000 البنات اللي راهم يجهزوا ويحوسوا عليهم راه موجودين عنده بليزيور موديل فيهم كاملين تاع الشورت يديروا 100000 كاين هكذا لي بتي تغاب هادو ما تلبسوهم عادي في الطرشف يجوا هكذا قصار في القطينات تلبسيهم تري زاليز يجوا غراض شوفوا هادي 140 هادي ميكي ماوس هادي تاني 140 هكذا 100000 فيها لي كولور قرب لكم تشوفوا الالوان ديالها فيها الكري فيها البواد غوز وفيها هذا لو موتا كاين تاني هكا هادي تاني جامبيان 100000 ها كيف جاي الموديل كاين تاني هكذا 100000 كيف كيف هاوليك كاين اللي ما عندهاش اليدين كاين يجي هكا شوفها تلقاو تلقاو والله يبارك يعني عنده ان غران شوا والالوان بيان سور متوفرين ها لي كولور كاينين قطينة البنات شوف كاليتي ما شاء الله عنده ثاني ان غران شوا في البيجاما تاع بانتاكور اي بانتالون ثاني عنده فيهم اختيار كبير 150 و180 على حسب لو موديل فوالا عنده دي موديل شابين ما شاء الله هذا الانستغرام تاعهم البنات هونكا حبيتو تبعوهم ديروا لهم فولو دائما الجديد ديالهم تلقاوه لهنايا فوالا دونك بهذا وصلنا الى اخر الفيديو نتمنى انه كانت خفيفه وظريفه معكم
ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش لايك بارطاج باش تستفادوا حباباتكم. اكتبوا لي واش راكم حابين نزيد نصور لكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله في التعليقات. تهلاو لي في رواحتكم حباباتي، الى الفيديو القادم ان شاء الله.